هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ من قبل فتره سولفت عن التان، شلون تستخدمه؟ انا بخيران الحين، اغلب اللي قاعد يمرون علي تكه لحم تكه دياي، شو محروق مو حلو، قشر هني قاعد يطلع، قاعد ينقلب افعى كله قشر، غلط ما يصير. يعني انت صار لك فتره طويله ما رحت البحر، ليش حاط تان حمايه صفر؟ لا الصفر عشان احترق بسرعه واصبخ. لا تحترق ايه تسبق، لا الكل راح يسبق. يا جماعه ما تلاحظون ليهال كم يحطون له حمايه؟ 30 40 50 ليهال. شلون لونه؟ يصير لونه يسبق خفيف، وهني في حمار شويه، هذا اللون الحلو. اما ان انت تحترق مو زين. يا جماعه شنو قلت انا؟ شوف ما بيخوفكم، ما بيصير عندك سرطان بالجلد. انت التعرض حق الحرق راح يسوي خلل بالجينات، كل خليه فيها 4 جينات، في واحدة تزيد الخلايا، واحدة توقف الخلايا، واحدة تنظم. إذا صار خلل بعدين خلاص الانتشار يصير قوي، عاد يشيل جلدك يعطولك جلد تمساح كيفك. فانتبه الموضوع ما في غشمرة. ممكن تقول صار لي 15 سنة أحط، قول الحمد لله يا الأثول، قول الحمد لله، الله ساتر عليك، الله عابك. فحط حماية ثقيلة، خلاص لونك صبغ. الصبغة عبارة عن شنو؟ جسمك خايف عليك، حاط لك كفر، حاط لك هالصبغة، عرفت شلون؟ فقدر هالشيء، خلي الجسم شوي شوي يحط الكفر ماله. بعد ما الجسم يحط صبغته كيفك، ان شاء الله حط زيت ذرة، زيت زيتون كيفك. واضح يا جماعة الموضوع؟ ترى ما في غشمرة، انا قاعد اقول لك. زي لازم افهم الكلف من شنو يجي بالضبط، ركز معي. اي شخص سواء ريال او بنت، ياهل كبير صغير، اي شخص في كلف يعني معناته ناقص البي كومبلكس من جسمه. تمام. زين ليش ينقص البي كومبلكس؟ اي شخص ياكل سكريات وايد راح ينقص البي كومبلكس. اذا واذا نقص البي كومبلكس، اهم شيء البي كومبلكس اللي هو البي ثلاثة، البي ثلاثة هو اللي يوصل الدم حق الاطراف. تخيل هالمكان هذا مو واصل دم اكسجين بكفاءه، فشلون تبي يتغير الجلد؟ فراح يمتنع الدم من الوصول هنا، بعدها راح يتاكسد. يعني شنو نسوي؟ اللي عنده كلف ضروري جدا ياخذ البي كومبلكس ويزيد عليه فيتامين البي ثلاثة اللي هو النياسين. ممكن تحس بحرقة بالنياسين، تقدر تاخذه مثلا فري فلاش انه ما يحرقك. الحين هذا من داخل، نبي من برا نجيب زيت عرقسوس من غير كحول، نقطتين على اي كريم، يفضل كريم اسمه روز فيريتول، ندهن هني بالوي كذي، خلال فترة بسيطة بعدها مو طيبة بس. ولكن بالوقت هذا اذا تاكل سكريات وايد هني راح تدش بمشكلة. سبب الكلف شنو؟ السكر. السكر شنو يسوي؟ يخدش الشرايين، عندنا هني شرايين أخف من الشعرة، فهذه خلاص تموت، فبعدها الدم ما يوصل. يعني وقف سكر، أخذ البي كومبلكس، زيد عليهم فيتامين بي 3، ومن برا نكتتين عرقسوس مع أي كريم. خلال أسبوع شهر الكلف يروح يتوحد لونك. أوكي؟ شكرا. حبيب.